بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي للجميع. مرحبا بكم على قناة STC في مسلسل Microsoft.com عن قصة حياة بيل جيتس، ومع الحلقة الخامسة من هذا المسلسل بعنوان تعرف على صانع الملوك المتوج في قطاع الحاسوب. يقول بيل جيتس: العمل الذي نقوم به أكثر من أي وقت مضى. إلى هنا.